كان في سؤال أزلي محير الفلاسفة، والسؤال هو كالتالي: يا ترى مين اللي إجا الأول، البيضة ولا الفرخة؟ لو حضرتك قلت البيضة هي اللي إجت الأول، طب البيضة جت إزاي؟ إيه الكائن الحي اللي جاب البيضة؟ يعني البيضة مستحيل تيجي من العدم. ولو قلت الفرخة إجت الأول، طب الفرخة إجت إزاي؟ الفرخة المفروض تيجي من البيضة. السؤال ده كان عامل مشكلة للفلاسفة، ولكن بفضل علماء البيولوجي وعلماء التطور قدرنا نجاوب على السؤال ده وبدقة كمان. النهاردة هنعرف مين اللي إجا الأول، البيضة ولا الفرخة. أنا عبد الرحمن عمار، وأهلا بكم في سبيس تايم مان. سنة 1799 وصلت عينة لكائن غريب من أستراليا للمتحف الطبيعي اللي موجود في بريطانيا، والكائن ده اللي كان بيشرحوه ما كانوش عارفين الكائن ده وضعه ايه بالظبط. هل الكائن ده يا ترى من الطيور لأنه كان عنده منقار بط، ولا الكائن ده من القوارض لأن الجلد بتاعه كان جلد قوارض، ولا الكائن ده من عائلة القطط لأنه كان عنده مخالب قطط؟ العلماء كانوا مفكرين ان العينة دي تم تزويرها عشان تثبت صحة نظرية التطور، ولكن بعدها بكم سنة وصلت اكتر من 100 عينة لنفس الكائن الحي بتثبت فعلا ان الكائن ده حقيقي، ان الكائن ده مش مزور. الكائن الموجود قدامكم اسمه بلايتيبوس، بينتمي لمجموعة من الثدييات اسمها مونوتيرمز. المجموعة دي هي من الثدييات ولكن في نفس الوقت بتحطوا بيض. هو ايه علاقة الكائن ده بالسؤال بتاعنا، مين اللي اجى الاول، البيضة ولا الفرخة؟ عشان نجاوب على السؤال ده المفروض نعرف مين اول كائن حي وضع بيض، مين اول كائن حي حط بيض. السؤال ده علماء الجيولوجيا للاسف ما عرفوش يجاوبوا عليه، لانه باختصار البيضه ما ينفعش تتحفر، البيضه ما ينفعش تتحفظ في الاحافير، لان البيضه ما فيش فيها المكونات اللي ينفع تتحجر زي بقيه الكائنات زي العظام مثلا. فعلماء الجيولوجيا قالوا بس احنا نستعين بعلماء الاحياء وعلماء البيولوجيا، هندرس العلاقة بين الكائنات الحية، ومن خلال دراستنا للكائنات الحية هنعرف مين أول كائن حي حط بيض. ولو عرفنا مين أول كائن حي حط بيض هنعرف نجاوب على السؤال، مين اللي جاء الأول، البيضة ولا الفرخة؟ قصة وضع البيض بتبدأ من ملايين السنين، وخصوصا في المحيطات. القصة بتبدأ من الكائنات اللي كانت بتحط بيض في المحيطات والبحار لحد الثدييات اللي بتحط بيض على الأرض. من حوالي 385 مليون سنة الكائنات الحية بدأت تخرج من المية وتمشي على اليابسة، وخلال العصر ده أول الفقاريات ظهر على اليابسة. رباعيات الأرجل أو الفقاريات اللي كانت عايشة على اليابسة كان قدامها تحدي، هو إنها إزاي تحافظ على الأجنة جوه البيض. خلي بالك الكائنات لما كانت بتحط بيض في البحار والمحيطات، البيض كان عبارة عن هلام، مادة هلامية بسيطة جدا زي الضفادع لما بتحط بيض أو الأسماك، حاجة كده بسيطة جوه مادة هلامية. ولكن رباعيات الأرجل لما بدأت تسيب البحار وتستقر على اليابسة كان قدامها تحدي، لأن الجو على الأرض كان جو حار جدا، وفي نفس الوقت كان فيه مفترسات، العناكب والحشرات كانت مسيطرة على البر. فالفقاريات كان قدامها تحدي صعب جدا، وهو إزاي تحافظ على الأجنة جوه البيض. من أوائل الكائنات اللي حطت بيض على اليابسة كائنات اسمها الكازينيريا، ودي كانت عايشة من حوالي 334 مليون سنة في العصر الكربوني. زي ما قلت الكائنات دي كان قدامها تحدي صعب، ازاي تحط بيض على اليابسة وفي نفس الوقت كان في تحديات صعبة. ومن هنا ظهرت خاصية الانتخاب الطبيعي، البيض اللي حطته الكائنات دي او الكازينيريا كان، ولأول مرة في التاريخ الطبيعي كان في قشور، كان في قشرة خارجية، والقشرة الخارجية دي بتحمي الجنين، بتحمي الجنين من الحشرات والعناكب. وكمان البيضة دي كانت بتحتوي على سائل بتخلي الجنين رطب، لأن في الوقت ده الجو كان حار جدا، فالجنين عشان يحافظ على رطوبته المفروض تكون فيه سوائل تحميه. وكمان البيضة دي كان فيها ثقوب ومسام عشان الجنين يتنفس ويعرف يتنفس وما يموتش. في سؤال مهم لازم نسأله، إزاي البيض اتحول من بيض هلامي البرمائيات كانت بتحطه في البحار والمحيطات لحد البيض اللي عبارة عن قشرة؟ السؤال ده حير علماء الجيولوجيا، لأن البيض نفسه مش بيتحفر زي العظام أو زي أجسام الكائنات الحية. فالسؤال ده عبارة عن لغز، والفجوة دي تعرف باسم فجوة البيض. إزاي البيض اتحول من هلام
لقشرة محدش كان عارف. علماء الأحافير قالوا احنا هنستعين بعلماء البيولوجيا والتطور، تمام؟ فقالوا احنا هندرس العلاقة ما بين الكائنات الحية، الثدييات والطيور وجميع الكائنات الحية اللي بتحط بيض، وهنعرف مين أول سلف مشترك للكائن ده. ولو عرفنا مين هو أول سلف مشترك هنعرف باختصار السؤال بتاع مين اللي إجا الأول، البيضة ولا الفرخة. والتقنية دي في علم التطور تعرف باسم أقواس النشوء والتطور. احنا هندرس العلاقة ما بين الكائنات الحية عشان نعرف خاصية معينة. عايزين نعرف مثلا أول كائن حي كان بيطير، فاحنا هندرس العلاقة ما بين الكائنات الحية اللي بتطير ونشوف أول سلف مشترك ليهم. طب عايزين نعرف مين أول كائن حي حط بيض، هندرس العلاقة ما بين الكائنات الحية اللي بتحط بيض وهنعرف مين أول كائن حي حط بيض. العلماء قالوا طب خلاص احنا هنشوف مين هو أقدم زاحف عاش على الأرض ومن خلاله هنعرف نحدد السلف المشترك. أقدم زاحف عاش على الأرض كان عايش من حوالي 310 مليون سنة، كائن اسمه هولونيموس. الكائن ده بالعقل والمنطق المفروض السلف المشترك يكون عايش قبل 310 مليون سنة، وبالفعل ده اللي علماء التطور كانوا بيبحثوا عنه. مين هو الكائن اللي عايش قبل 310 مليون سنة وكان بيحط بيض؟ العلماء قالوا انه من حوالي 315 مليون سنة الكائنات اللي بتحط بيض، والكائنات دي اسمها السلويات. الكائنات اللي بتحط بيض في علم التطور اسمها السلويات لان البيض بيكون محاط بغشاء سلوي. المجموعة دي انقسمت لقسمين، مجموعة اسمها السربوديات ودي بتضم الطيور والزواحف والديناصورات، ومجموعة تانية وهي اسلاف الثدييات. احنا قلنا ان البيض كان عبارة عن هلام في البحار والمحيطات، ولما الكائنات خرجت من المية البيض اتطور وبقى عبارة عن بيض موجود في قشرة. طب يا ترى هل البيض حصل له تطور تاني ولا لا؟ البيض حصل له تطور مع الطيور. البيض ولأول مرة هنا كان فيه مادة الكالسيوم، ومعنى ده ان البيضة دي ممكن تبقى أحفورة، وكمان البيض حصل له تطور مع الثدييات. ظهرت بعض الأعصاب ونقاط الاشتباك العصبي في الغدد الثدية، والغدد دي بقت مصدر للمية للجنين. احنا قلنا ان بعض الثدييات بتحط بيض، والبيض اللي بتحطه الثدييات بتحطه جوه جسمها، مش زي الكائنات الحية زي الطيور والزواحف بتحطه بره جسمها. فلما الثدييات تحط البيض جوه جسمها الجنين محتاج مية وعناصر غذائية، فالأعصاب اللي اتطورت عند الغدد الثدية هي اللي بقت تمد البيض اللي جوه الثدييات بالعناصر المطلوبة. وبعد مرور ملايين السنين الغدد الثدية بدل ما تنتج سائل للجنين بقت بتنتج لبن، ومن هنا البيض اختفى من الثدييات، والثدييات بقت بتنجب من غير البيض خالص. وهنا برضو في سؤال مفروض نطرحه، يا ترى ايه العمليات او ايه المراحل التطورية اللي تمت عشان الكائن او عشان الثدييات ما عادتش تحتاج بيض؟ والسؤال ده العلماء مش عارفين يجاوبوا عليه، والسؤال ده يعرف باسم فجوة البيض الثانية. خلينا بقى نجاوب على السؤال اللي طرحناه، يا ترى مين اللي اجى الاول، البيضة ولا الفرخة؟ والله احنا قلنا ان البيض في الطيور بدأ يبقى فيه كالسيوم، ده مش كده وبس، ده بدأ يبقى فيه بروتين تاني اسمه أوفوسفيدين 17. البروتين ده هدفه ان هو يسرع من تكوين القشرة. اول ما الفرخة تحط البيضة القشرة بتتكون بعدها ب 24 ساعة بفضل البروتين ده. السؤال بقى هنا، الكالسيوم اجى منين والبروتين ده اجى منين؟ العلماء لما اجوا يدوروا في اجزاء الفرخة لقوا ان البروتين ده موجود في مبايض الفرخة. مبايض الفرخة هي اللي كونت البروتين ده وسلمته للبيضة، ومن هنا نستنتج ان الفرخة هي اللي اجت الاول مش البيضة. بس لو حابين نصعب السؤال ده اكتر هنسأل، هو مين اللي اجى الاول، البيضة ولا اول كائن حي وضع بيض؟ ولو عايزين نصعب السؤال اكتر هنقول، يا ترى مين اللي اجى الاول، الدي ان ايه ولا البروتين؟ كده وصلنا لنهاية الحلقة. لو الفيديو عجبكم وطريقة العرض عجبتكم ما تنساش تعملوا لايك واكتب لي كومنت لو انت حابب نستمر على الطريقة دي ولا نستمر في الأوضة اللي انا كنت فيها، وما تنساش تعمل شير لان ده بيدعم اي صانع محتوى، ما تنساش تبص على المصادر لان كل الكلام اللي قلته ممكن يكون غلط، وافتكر دايما ان مفيش اي شخص عنده الحقيقة المطلقة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم.